صباح الخير. بعد لندن، الإرهاب ترك بصماته بسان بيترسبورغ، والعبوة الناسفة بمترو المدينة وصلت شظاياها إلى كل القارة العجوز. وإذا كان المجتمع الدولي بيقيس الإرهاب بمكيالين بحسب مصالح الدول وأحلامها التوسعية بالشرق الأوسط، فالأنظار إلى روسيا اليوم يلي دخلت لائحة الدول المستهدفة. فهل مفرقته السياسي بالاتحاد الأوروبي بيجمعوا الإرهاب؟ بعيدا عن الإرهاب بالخارج والاستحقاقات المؤجلة بالداخل وعلى قاعدة دود الخل منه فيه، موضوعنا اليوم بيئة بامتياز. أشجار الصنوبر بالمتن مهددة باليابس، فمع بداية كل ربيع دودة الصندل بتجتاح الأشجار الحرجية، بتسبب بيابس الأغصان وتفشي الحساسية والأمراض الجلدية. وليكمل النقل بالزعرور، حشرة جديدة أصابت الموسم هالسنة، ومع غياب الخطة البيئية على مستوى كل الوطن، المبادرات الفردية وحدها ما عادت تكفي. تقرير لزميلنا خالد أبو شقرة، منتابعه سوا. مشاكل أشجار الصنوبر ما عادت محصورة بدودة الصندل الشهيرة، فهالشجرة التاريخية اللي بتغطي مساحات شاسعة من مناطق المتن، الشوف وجزين، عم تتعرض لأمراض وأوبئة خطيرة بتجعل من دودة الصندل أهون هالمشاكل. فمن حوالي 3 سنوات ظهرت حشرة جديدة أكثر تطورا وفتكا، بتصيب الأكواز المثمرة وبتقضي عليها. هيدا عدا عن الأمراض الفطرية اللي عم تنتج من الاكتساح العمراني والتغيرات المناخية. من 3 سنين لهلق صار في ظاهرة اللي هي تعفن الثمار على الام، ويبسل تيبس الاثمار وهي صغيره. وثاني شيء المواسم اللي عم تكبر عم تطلع القلب متاودش او ميت محنن. هي ذبابه اجت من برا، من امريكا، نقلت ما بعرف كيف الوسيله وصلت لهون. هي المسببه اساسيه مش ليابس الصنوبر الشجره، لياباس الكرز الصنوبر اللي بيعطي هو الانتاج. عم تزيد طبعا، لانه مش عم تتكافح. لما مش عم تتكافح عم تزيد. هلا المشكله انه تيبس الشجره بتيبسها، وبدك معامله طويله عريضه لتقص الشجره. محلات عم بتزيد، مثلا انا عندي ارض بصليمه، السنه عم بشوف في طرد عم ييبس، مع انه شحلناهم سنه الماضيه. الأسباب لهالأمراض منا طبيعية، فإن المعالجة عم بتكون بدورة منا طبيعية، وهي عم تقتصر على المكافحة التقليدية عبر قطف أعشاش الدود وحرقها ورش الأحراج بالمبيدات عبر الطائرات، فيما المطلوب أمر آخر كليا، وهو حماية الطبيعة والمحافظة على تنوعها البيولوجي لتعالج نفسها بنفسها. نحن كبلديات عم نتبعه، بس ما فينا نقطعه. يعني أكيد مرات نستعين بوزارة الزراعة بأدوية معينة، نفس الوقت نحن بنبعت اكيد بنرش صنوبر حول المنازل ومنتعامل مع الاهالي، بس لانه في دود الجمر نحن بنقلوه، هاي اكثر شيء مسبب لليابس الصنوبر. بس هذه فيها تعالج بوزاره الزراعه والدوله اللبنانيه، يعني بالحد من الصيد، لانه في طيور محدده هي بتاكل هاي الدوده بتخفف لها من تذكرتها. في طائر اسمه القيقوبي بيقولون، والسفراي هو بس انقطعوا وخفوا، يعني 3/4 ماش موجودين، صار يتكاثر هذا الدود. السفراي بيقولوا ما بعرف شو هيك، هي بتاكل بس تطلع الدود بتاكلها، ما بتعد تكبر وتزيد وتزيد. في عصافير بس الطبيعة كبرت، يعني وسعت، الناس كترت. نحن ببيع مثلا كانت 50 بيت، على دوري أنا كانت 50 بيت، اليوم فيها 2000. لا طلوا لا اتصلوا ولا من يحزنون، لا اهتموا لا سألوا ولا من يحزنون، ولا من يحزنون ولا من يفرحون، ولا من يقفلون ولا من يفتحون،
ولا من يسمع هالأغنية ولا من يفهمون. النتائج المباشرة لأمراض الصنوبر كارثية على المجتمع والاقتصاد، وهي عم تؤدي لخسائر بمئات الملايين من الليرات وفقدان آلاف العائلات لمصدر رزقهم. هيدي الشجرة كان يعيش منها لا يقل عن 50,000 عائلة بدءا من تنظيف الأرض وصولا إلى إنتاج الأبيض. إنتاجنا الصنوي لا يقل عن 1100 طن صنوبر أبيض، مما تكون الركيزة الاقتصادية بالاقتصاد اللبناني، أهم شجرة بالاقتصاد اللبناني. تراجع الانتاج بالـ170. أنا بشتغل إلي 40 سنة بشتغل بالصنوبر، إلنا 3 سنين يعني نزلنا خسارة كل سنة 25,000. أنا عم بحكي عن حيلي لأنه عم يطلع نصه مضروب بتوطش، يعني القنطار مفروض يعمل بين 45 و50 كيلو، عم يعمل بين 20 و25، يعني نص القيمة. هاي المنطقة هاي كلها أغلبها معتمدين على، في ناس بيطلع عنده مثلا 40-50 قنطار بعيش منهم، بس هالسنتين هاو ما في شيء، خسارة بخسارة. أنا واللي واحد منهم مثلا اللي كان عندي بيطلع لي كمية صنوبر 100 كيلو في طرد مثلا، راح أعطيك مثلا 100 كيلو صنوبر، بعد ما نظفناهم طلع من 25 ل 27 كيلو، بس هذا الميح والباقي كله كبيناه. إذا كانت الأخطار المباشرة مادية، فإن القضاء على الأحراج وخسارة الامتداد الأخضر هي الأخطار غير المباشرة اللي مش بس بتهدد الجبال الخضراء إنما الوطن أجمع. منتابع وبمحطاتنا سليم غزال مطران الحوار والسلم الوطني اللبناني، جائزة شارك فيها أكثر من 300 طالب بدار العناية بمنطقة الصلحية شرق صيدا. بالرسم والشعر والفنون عبر الطلاب عن قيم العيش المشترك يلي آمن فيها المطران غزال. هالمسابقة من تنظيم مؤسسة الحريري للتنمية البشرية، وكل تفاصيلها بهالتقرير. يا ما أحب يا ما أجمل أن يجتمع الإخوة معا، هناك أوصى الله بالبركة، فكل لقاء لأبناء الوطن الواحد مع بعضهم البعض ليعملوا لخدمة غيرهم لمساعدة غيرهم أو نكبة حل بركة الله. عم برسم لوحة عن السلام وعن العيش المشترك اللي علمنا عليه المطران سليم غزال واللي تربينا عليه نحن، العيش المشترك بين الإسلام والمسيحية الدايم بلبنان. عدل مأربنا في عالم العجب، فالشعب مظلوم في دورة الحقب، الظلم تركي والعدل في الكتب، الظلم فرنسي والعدل في الشهب، الظلم عبراني والعدل في العربي. عم برسم علم لبنان لأني بحب لبنان ولأنه هيك علمنا المطران. نلتقي اليوم لنواكب بناتنا وأبنائنا وهم يعبرون عن مواهبهم ومهاراتهم الإبداعية التي تشكل ثروتنا الوطنية الحقيقية، وإن ما من حوار أو تلاقي أو استقرار إلا من خلال حماية هذه المواهب ورعايتها وتحفيزها على الخلق والإبداع. بالرسم والشعر والقصص عبروا عن قيم الحوار والمحبة واللقاء مع الآخر اللي جسد المطران الراحل سليم غزال، وتحية لروحه من الصرح اللي أسسه من 50 سنة ليكون رسول السلام والعيش المشترك. أكثر من 300 طالب اجتمعوا بدار العناية بالصالحية ليتنافسوا على جائزة سليم غزال مطران الحوار والسلم الوطني اللبناني. احنا اليوم عم نوجه له تحية من الأرض للسماء لروحه بالسماء، وعم نقول له نحن على رسالة المحبة، على رسالة السلام، على رسالة التنمية المستدامة اللي أسسها سيادة المطران، بعدنا مستمرين بنهجه. مجرد ما نكون عم نشجع تلاميذ مدارسنا لمشاركة بأشياء ثقافية فنية إبداعية، منكون عم ننمي فيهم روح التواصل، روح اللقاء، روح العطاء أكثر وأكثر. يجب على الأجيال اللي جاي تضل تعرف انه المطران سليم غزال شو كان موقعه وشو كان دوره، وتضل هيدي نحن معتبرينها محطة مضاءة. رسمتي بتجمع شعار المسلمين وشعار المسيحية بلبنان مثل ما كان سيادة المطران بده، ونحن اليوم مسبقته وان شاء الله بنمشي على نهجه ومسيرته.
هيدي مناسبة كتير مهمة جدا، لأنه الله يرحمه سيدنا سليم كان عمله دايما مع الشباب ومع الطلاب. انطلقت المسابقة اللي بتنظمها مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة والشبكة المدرسية لصيدا والجوار بالتعاون مع حلقة التنمية والحوار للضوء مثل كل سنة على المسيرة الوطنية والإنسانية اللي غرسها المطران بنفوس وعقول الأجيال الشابة. نحن ما شاركنا بهذه المسابقة بس تنربح، بس نحن شاركنا فيها لأنه من خلال رسماتنا فينا نوصل رسالات كتير مهمة وبيستفيدوا منها الناس. عم بكتب قصة عن واحد أجنبي بيجي بزور ضيعتي أو مدينتي وبيقعد بيتعرف على عاداتي وتقاليدي وكيف المسيحية والمسلمين عم بيعيشوا مع بعض وبالف وسلام. أسألونا الموضوع السلام دغري أول ما خطر عبالي هو الأطفال، لأن الأطفال كلها العفوية والطفولة والبراءة كلهم من الأطفال، يعني ما عندهم شيء يحقدوا له. أي لقاء هو بيعطي نتيجة إيجابية، ونحن الأب سليم غزال بيعني لنا كثير بسادة، لأنه ما بنعيط له الأب سليم غزال، بنعيط له أبونا سليم غزال، يعني صعب نعيط له الأب، بتعرفي كيف؟ فنحن بنرتاح بعائلتنا هون، ودار العناية هي دارنا لإلنا.